رامي أنا حاسة بحبك، بس أنا متوترة وماني قدراني أعمل شيء، وأنت عم تحط حواجز بيني وبينك. أنا؟ طبعاً، لو عم فكر أهرب منك ما كنت جيت لعندك لهون وقلت لك بدي سافر، كنت سافرت بدون ما تعرف. أنا محتارة، أنت ما عم تشوف شيء غير من خلال كرسيك، وهالكرسي بلش يضايقني، وأنت السبب. بتعرف ليش؟ لأنك مفتكر إنه أنت بهالوضع رح تكون آخر شاب ممكن فكر فيه. أنا متضايقة من يأسك، من قرارك إنك تبقى عاجز. أنت تخليت عن حالك لأنك فكرت إنه الحياة تخليت عنك. أنت استسلمت بسهولة وقررت إنك تبقى عايش بظل الحياة مو بنورها. لميس، أنت عطيتيني الأمل، كل شيء ممكن يتغير. رامي لا تعب حالك، أنا متوترة بدي شوية وقت. ساعدني وساعد حالك، بلكي لو انت متغير بنرجع نلتقي.